يجيك لاعس 20 بمية. وكن الله لون الكل. طيب يا جماعة الخير، هذا واحد يا جماعة الخير عنده جي كلاس تمام، وعارضه يا جماعة الخير بمية ألف. السلام عليكم، كيف حالك أخوي؟ طيب. أنت اللي تو تكلمني حق الجي كلاس؟ أنت صامل بتبيع ولا تستهبل علي؟ من جدك جي كلاس 20 بمية؟ رقمك من الواتس اللي قاعد أكلمك، أنا اللي قبل شوي قاعد أكلمك واتساب، أنا الأخير اللي قاعد أكلمك، اللي أخوي كلامي واضح، اللي قلت إنك بتجي الخارج بتبيع السيارة بمية ألف ولا ما أنت بايعها؟ بعدين السيارة غرقانة بتبيعها بمية؟ طيب أنا بجي أشوفها، ولكن سيارة غرقانة بمية ألف جي كلاس، بتبيعني لعبة أنت؟ لا لا ماني أنا صاحي الحمد لله، ولكن انت بتبيعني لعبة. قايل لك موعدنا بكرة صح ولا لا؟ خلاص اوكي موعدنا بكرة، ولكن انت ما انت راضي تصبر وتبغى عربون تمام؟ طيب. السيارة فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ من الاخير السيارة فيها شيء ولا لا؟ من الاخير عطني اياها، غرقانة؟ السيارة ما فيها طايحة من سفينة؟ أوكي. صادق؟ طيب اسمعني، انا ما ادري عنك انا، ولكن انت صادق، اذا انت ب 100 ألف انا شراي اجيك بكرة الان، انا احرك الان واجيك الشرقية. تعال الله حي. طيب تمام ما عندك مشكلة. يلا خلاص انتظرني ها؟ ارسل لي اللوكيشن حقك وانا والله لاجيك. ايه وفلوسي كاش والله انها كاش وموجوده. بنشوف يلا مع السلامه. السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. اليوم مقطعنا يا جماعة الخير راح يكون عن الجي كلاس. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع، لا تنسى تضغط لي على اللايك وتشترك في القناة، واللي ما اشترك في بيتكم راح ابذره لين يشترك بإذن الله، ان المليون قريبة. لا تنسى تضغط اللايك وتشترك في القناة، ونبدأ في حلقة اليوم. قبل ما يقارب ممكن 3 أو 4 أيام نزلنا الشخص اللي قالنا عنه المتابع في الانستغرام اللي هو حق الجي كلاس. رحت في أول تواصل معه أرسل لي الموقع حقه، بعدها ما يقارب ممكن ساعة أو ساعتين اتصل علي قال لي معليش أخوي أنا راح أجي للرياض، ولكن ممكن لو تعطيني يوم أو يومين ما راح أرد لك. قلت له خلاص يا حبيب قلبي أنا في انتظارك، حدد لي اليوم يا جماعة الخير، وقال لي يوم الأربعاء تعال للرياض راح نتقابل هناك. والله خدت أغراضي وخدت شنطتي وضفيت كل العفش اللي عندي وخدت بطاقتي وخدت هويتي وخدت كل شيء وطلعت للرياض. انتظرت ابو ساعة ساعتين ما حد تواصل معي نهائيا، دقيت عليه يا فلان وينك يا ابني، رد علي يمكن بعد ما يقارب ساعتين اتصال السلام عليكم هلا والله معليش اخوي انت خلك بالخارج والعذر والسموحة راح نجيك للخارج. شو السالفة هذا بيبيع ولا بيستهبل؟ قلت له اخوي ترى السيارة والله العظيم اني ابيها. قال لي خلاص وعدنا ان شاء الله يوم الجمعة الساعة 4 العصر في الخارج. استغفر الله 5 العصر 5 ارسل لي موقع. طبعا الان انا ترى ما ادري وشلون السياره، هذا الشيء الاول، ولا عندي اي مواصفات عن السياره، ما ادري وش السياره، والله اني ما ادري وش السياره، ما ادري وشلونها وش كم ماشيه وش فيها. اللي عارف ان جي كلاس موديل 2020 100,000 فقط. واطلع يا جماعه الخير للحراج وادور في الحراج ادور 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 تمام، ما لقيت احد عند الموقع اللي محدده علي، يعني المحدده لي ما لقيت. لقيت يا جماعه الخير جي كلاس لونها ابيض. تذكرت الصورة انها صدق جي كلاس ونفس الداخلية، ولكن كانت صورة الداخلية موجودة. وقفت السيارة وقررت اروح اشوف السيارة، ابغى اشوف هل الداخلية نفسها ولا السيارة. بيني وبينكم عجبتني ما شاء الله لا اله الا الله. المهم يا جماعة الخير يوم شفت السيارة مسكت الجوال واتصلت عليه السلام عليكم مرحبا ومسهلا اخوي قدامي جي كلاس في نفس الموقع، لانه والله العظيم اني حصلت جي كلاس ابيض في نفس الموقع. قلت لها اخوي انا عندي السيارة اتوقع انت قريب ولا ما انت قريب؟ ما رد علي. قلت خلاص دام ما رد علي خلني اوقف سيارتي بالريوس واحط الكاميرا وانزل اسال معارض من صاحب الجي كلاس هذا. نزلت والله وسألت المعرض الأول قال لي والله صاحب المعرض السيارة هذه مو عندنا، السيارة عند المعرض اللي جنبنا أتوقع. والله واطلع من المعرض واروح للمعرض الثاني ولاحظت ان السيارات كلها بدون لوحات اللي موجودة في المعرض الثاني. مرحبا يا جماعة الخير، هو ايش قال؟ قال دقائق وراح ارجع اكلم. جماعة الخير لاحظت شيء والله ما ادري اصدق ولا اكذب، ولكن ان اي معرض يوقف السيارة تكون السيارات بدون لوحات. هذه يا جماعة الخير الجي بلوحاتها، لوحاتها الحالة حرفيا ميزانية ثانية، ووقفتها يعني ما ادري المعرض ما في سيارات اللي واقف قدامه، فأحس الموضوع والله مخيف شوي، يعني أحس فيه شيء فيك وشكلي بنزل أسألهم الصدق. شوف أمانة سألت هذا المعرض اللي قبل شوي اللي على اليسار قال لا هذا أتوقع أنه عند المعرض الثاني، بس ما كنا مول للبيع حرفيا. رحت المعرض الثاني فريت على السيارات قبل ما أسأل عشان ما أنحرج معه، كلها بدون لوحات للجي هذا، فتوقع هذا شخص يمكن صاحب المعرض له.
رجعت لسيارتي قلت لازم اتواصل معه. طبعا اخفائي لصوت الشخص يا جماعه الخير تجنبا للمساءلات القانونيه لان هذه فيها تشهير. يا سلام. كتبت يا جماعه الخير اخوي انا عند السياره مباشره وينك. بعدها صورت له السياره، هذه السياره صورت له السياره هذه، لك ما ادري ليه طلع الدسن هذا. بعدين قال لي يا جماعه الخير وش منتظر؟ قلت اقابلك. قال انزل شفها ولو ناسبتك ارجع كلمني. قلت له انت وينك عشان اشغل السياره ونفحصها سوا. قال طيب انزل شوفها بالاول. بعدين كتبت له اعجبتني تمام. قال خلاص اكيد اعجبتك يعني؟ قلت له ايوه اكيد، بس انت وينك عشان نتعرف عليك اكثر. قال بتقابلني ان شاء الله لا تشيل هم، الفلوس حاليا معك كاش؟ قلت له برضو نكتب عند المعرض. قلت له اي نعم كاش. قال لي ايش السياره اللي جاي فيها؟ قلت له السياره عند المعرض الانترا. قال لي اها اجل عطني دقائق وارجع اكلمك. قلت له تمام انتظرك. بعد ما يقارب 4 دقائق جماعة خير كتبت له اخوي موجود؟ قال اي موجود، كنت اكلم واحد توه واصل بيشوف السياره. وعلى العموم انت السياره شفتها وناسبتك على كلامك صح؟ صحيح. قلت له اي نعم. قلت له انا ابي السياره. قال اجل خلاص توكلنا على الله. قلت له تمام تعال نشوفك ونكتب. طبعا يا جماعه خير وش نكتب؟ نكتب العقد بيننا. قال الحين حول لي 5000 عشان اعتمدك. قلت له كيف؟ قال مسافه الطريق ساعتين بالكثير وانا عندك. هنا انا بديت اخاف، وهذا اول فويس سجلته له يا جماعه الخير. اخوي الله يسعدك، السلام عليكم. طيب انت وقلت لي في الاتصال تعال شوفها صح ولا لا؟ لما اتصلت عليك قلت تعال شوفها ونتقابل ونكتب. الحين ايش تغير؟ يعني خلاص احتريك انا ساعتين بقعد عند المعرض انتظر ساعتين. اقول لك انا بشتريها بدون عربون، انا بنتظرك عند المعرض ساعتين يوم، انا قاعد عند المعرض في انتظارك يا شيخ. انا والله ماني جاي الف وادور معاك، والله انا شخص شراي لك ترى حوالي يمكن كم الحين 5 ايام وانا قاعد اتواصل معاك بشكل يومي، او ممكن 5 ايام ممكن 5 ايام اتواصل معاك بشكل يومي، والله اكثر من 5 ايام بعد، وعلى اني ابي السياره الحين تقول لي حول لي عربون، انا ابغى ادفع لك فلوسها كذا طقه واحده. بعدين يا جماعة الخير كتب لي يا ولد وش يضمني انك بتاخذها؟ قال في شخص غيرك عربونه جاهز الان. حسيت انه في استغفال في الموضوع. بعد يا جماعة الخير كتبت له سجلت له الفويس هذا. يا ولد اقول لك انا انتظرك عند المعرض، الحين مصور لك وانا عند باب المعرض، تقول لي وش يضمني اني باخذها؟ سوالف هي. اقول لك عند باب المعرض. طبعا ضقت شوي يا جماعه الله يحق لي ضايق. يقول قلت لك حول 5000 بس وساعتين بالكثير وانا عندك ونكمل باقي الاجراءات. طبعا كل بين رد ورد يا جماعه الخير ترى ياخذ دقيقه حرفيا. ابي اعرف ليه احول لك؟ ليه تبيني احول لك يا اخي؟ والله العظيم لا اخذها لا اشتريها، فلوسي معاي نسحبها، عندكم شبكه عندكم شيء فلوسي جاهزه، ولكن انت تعالي نتقابل ليه ساعتين وليه احول لك عربون؟ ليه انا وش ضمني بعد انك انت صاحب السياره ولا ما انت صاحب السياره؟ كلامي لحد الان سليم معاه، قال لي السياره وشفتها بعينك وناسبتك، ماني فاهم ليه ما بتحول العربون؟ ركزوا على كلمه ما بتحول ها؟ بعدين بعلمكم. يب وبرضو يعني زيادة على كذا، أنت قلت لي تعال الدمام قلت خلاص بجيك، بعدين شوي غيرت كلامك قلت لي السيارة ممكن تكون في الرياض، والحين تقول لي السيارة موجودة في الخرج، ما فهمت أنت صاحب السيارة ولا لا؟ بس عشان أعرف ليه أحول لك العربون؟ طبعا هنا أنا قرأت الكلام هذا. ليه يا أخوي ليه أحول لك العربون؟ قرأت الكلام هذا. أنا أقول لك تعال الآن نشوف السيارة وبدفع لك فلوسها كاملة بدون عربون ونكتب سوا وأنا أخوك صح ولا لا؟ يعني لو في شخص ما يبي السيارة أو ذا بيقعد يلاحقك تقول له مرة الدمام بيقول يلا جاي، بعدين قلت لي لا مرة الرياض وقلت خلاص يلا تمام الرياض، بعدين تقول لي لا ممكن تكون في الخارج يوم الجمعة بنزلها بحراج الخارج، قلت يلا هذا ننتظرك وجيتك على حبيبنا على الساعة 5 على نفس موعدنا، ما في أحد ما أدري سوقها أنت علي صح؟ بديت أنفس. قال اختصار الكلامك أنا شخص بايع السيارة لحاجة الفلوس، لو ما بتحول بشوف اللي كلمني يحول لي 5000 والله يستر عليك. قلت ترى منتظرني وفلوسه جاهزة، قلت لك بالكثير ساعتين وأنا موجود، لو ما أنت شراي وش الفائدة أجيك؟ يا ابني انا بنتظرك ساعتين اتكلم انجليزي، انا خلاص انا بنتظرك ساعتين يلا انا عند المعرض يعني. هذا طلعت انا قبل شوي ولكن الحين بدور وبقعد عند المعرض انتظر ساعتين، انا بقعد عند المعرض لين تجي تشوف لي لين عند المعرض. قال يا ولد الناس فلوسها جاهزه وبتحول، واحتراما لانك مكلمني اول ما ابغى اطيل الكلام، اذا تكرمت العربون الحين بتحوله ولا لا؟ طبعا من حقي قلت لا ما اضمنك، تبي انا انتظرك. قال لي اجل الوجه من الوجه ابيض وبكلم اللي فلوسه جاهزه وبيحول فمان الله. قلت له بالتوفيق وصكيت بلوك. وش صار بعدها؟ تحسبون ان الموضوع بس وقف هنا؟ لا، في اشياء ثانيه صارت ثواني. طبعا يا جماعه الخير الرقم اللي حاطه هو رحت خذته ودخلته في البرنامج هذاك، عرفتوا اللي يعلمك وش الاسماء بدون اعلانات، بعد تحقق وبعد بحث بشكل كبير تبين لي اصلا الشخص هذا اول شيء مو سعودي ولا هو من دول الخليج، هذا يا جماعه الخير شخص طلع رقم وقاعد يحتال على الناس بشكل مختلف، يروح يبحث عن سيارات واقفه في احد المعارض، يعني اسلوبه ذكي والله ذكي مره، يبحث مثلا يدخل حراج يبحث عن سياره موقفه في معرض مثلا، ياخذ وعلى انه بيعرض السياره هذه ويخليك تروح تشوفها وكان السياره له، هو تنزل تشوفه وتسعر على السياره تقول السياره البيع، يقول لك نعم سياره البيع
البيت. انا والله ما ادري كيف ركبت معي وحصلت جي كلاس، لان في رحت الرياض ذاك اليوم على الموقع اللي ارسله لي ما في شيء. بالخرج ذا المره ركبت كذا فجاه، كذا فجاه ركبت، لاني اول مره اشوف جي كلاس في الخرج، يعني في اثنين ثلاثه ولكن مو في الحراج ولا في المعارض. سبحان الله ركبت كذا يا جماعه الخير في محله. بخير يا جماعه الخير عرفت ان هذا الشخص كذاب. كيف كذاب يا اسامه؟ يحتال عليك من عن طريق الطرق هذه وما ندري عاد كم سرق من واحد قبل، ولكن يقول لك ايه روح شوف السياره، وبعد ما تروح تشوف السياره وكل شيء يصير اصلا السياره ما هي له، ولا هي ولا قد شافها ولا يدري عنها ولا يدري من صاحب السياره، ياخذ منك العربون ويبلك. بعد ما بحثت يا جماعه الخير عن اسمه طلع لي اسمه وعرفت هو من وين اصلا، من ما قرات اسمه عرفت اسمه باين. ولكن يا جماعه الخير ما شاء الله لهجته يا ولد تقول كنا له هنا 30 سنه، ولكن في بعض الكلمات كذا يكسر فيها، والله يكسر فيها. ودي اسمعكم صوته، ولكن صوته بيطلع مفلتر بشكل مره كبير. في الاخير يا جماعه الخير صار كذاب ولا هو عنده جي كلاس، وصارت هذه طريقه حرفيا كذب جديده قاعدين يستخدمونها، وما ادري كم انسرق فيها من قبل. ما هم موجودين يا جماعه الخير داخل السعوديه، يعني لو سرقك حرفيا ما راح تجيبه. هذا تحذير يا جماعه الخير بخصوص الموضوع هذا. كثير سالوني كثير في موسم الجيمرز، يوم الخميس يوم كنت في موسم الجيمرز كثير سالوني اسامه وش صار على راعي جي كلاس، حرفيا شخص صغير ولا كبير. كنت كلهم اقول لهم انتظروا المقطع، وفي ناس سربت لهم خفيف، ولكن ما بيلت لهم الصوره بشكل كامل. لو وصلت نهايه المقطع لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات. سلام عليكم. برضو هذا المقطع السابق اللي نزل في القناة، إذا أنت ما شفته اضغط على المقطع اللي قدامك راح يوديك مباشرة على نفس المقطع هذا. لا تنسى الاشتراك، بقينا شوي على المليون متابع.